وهلا حديث البلد مع دانيال جوزيف وطلال الجردي. دانيال جوزيف اهلا وسهلا فيكم بحديث البلد. بتلاقي اليوم دانيال حظه احسن منك لانه قعد حد زياده. ان شاء الله دائما حظه بيكون احسن. ديانا ودانيال على كل حال الاسامي خليني اشوف انت من عندك مبين احسن. كيف مبين؟ لا احسن وضعهم ككوب. لا احسن. هلا علق ما بقى فيك تاخذ منه ولا يعني ما حدا يقرب اعمل له معروف. ما هيدا هلا. دانيال جوزيف وطلال الجردي انتو ضيوفنا الليله بحديث البلد لنحكي عن فيلم تاكسي البلد اللي ابتدى عرضه الاسبوع الماضي بالصالات اللبنانيه وهو من كتابتك واخراجك دانيال ومن بطولتك المطلقه يعني فينا نقول بعد شوي طلال الى جانب الممثله الامريكيه كارينا لوغ. دانيال جوزيف انت مخرج لبناني امريكي عشت حياتك بين لبنان والسعوديه وامريكا اللي درست فيها الاخراج السينمائي سينمائي واول مشروع لك كان المفروض يكون فيلم رعب بعنوان بلوت تاكسي اللي هو قلب وصار تاكسي البلد الفيلم الكوميدي. كيف تقلب فيلم الرعب وصار فيلم كوميدي؟ هو بوقتها بعتقد طلال كان معجب بالفيلم الاولاني اكثر من بلوت تاكسي. ببلوت تاكسي ايه وكنت عم بعمل مونتاج بكاليفورنيا وكانت الاوضاع بلبنان مش كثير حلوه وحسيت انه ما وقت ابدا شو اسمه اللبنانيين يحضروا فيلم رعب تاني. شو كان لازم يكون طلال سيريال كيلر مثلا بالفيلم؟ كان هيك تقريبا عن جد بيطلع بس عندي يعني ملاحظه على موضوع كوميدي تاكسي البلد منه فيلم لنصنفه كوميدي حرام اكيد يمكن هون يعني هو اصلا في هيومر اذا بديك بس انه منه جانر بس منه كوميدي هو اكثر فيلم بورتري يعني exactly. بورتري صحيح هو بيحكي عن قصه كانه واقعيه يعني قريبه للواقع بس خفيفه الظلم وجودك ما فيها لما تكون تسلمي لا لما في شغله لما يعني نوعد العالم بالكوميدي بصير العالم متوقعين كل الوقت يضحكوا فبصير في خيبه نو هو صحيح. فيلم بورتريات يعني فيلم بس بورتري. في بقلبه نهفات اذا بدي مضحكة. في خفه ظل نعم. بلكي نعم. اوكي طلال حب الفيرسيون سيريال كيلر بس شو اللي رجع غير الامور؟ دغري طلعت براسي فكره تاكسي البلد ومن كثر ما كنت مشتاق لبيروت كان على بالي اعمل فيلم فرجي فيها بيروت اكثر ما فرجي اجرام طلال الجردي. شكرا نعم وحتى ضلينا على اتصال بوقتها وكنا بعتقد خانقنا كثير على التليفون من ورا هالشغله وبعدين قلت له خلص معود انت مصر على الرعب كنت؟ لا لانه اوريدي صورنا شيء 40 دقيقة شو بنعمل فيهم هون؟ شهر ونص عم نصور هلا شو رح يصير فيهم؟ شو مصيرهم هيك؟ ما بعرف ما عدنا حكينا فيهم ما عدنا هلا رح يرجعوا يتخانقوا استاذ ميشيل ابو سليمان له حيز من الفيلم كثير التصوير كان لذيذ ودانيال شو دورك بالفيلم؟ كنت الاكس تبع 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 الانجليزية تبع طلال الاكس تبع طلال اكس صاحبته يلي بتطلع معه بالتاكسي الانجليزية يعني اصلا المشهد تبعك كان اكثر كنت الاكس لاكس صاحبته المشهد تبعي ضحكوا عليه تقريبا ايه تقريبا بالتصاعد الضحك اذا بدك بالفيلم لما يوصل على مشهد الممثلة الامريكية اللي لعبت دور انجليزية نو هي امريكانية امريكانية ليش عم تقلنا انجليزية؟ لانه بتحكي انجليزي بتحكي انجليزي بس صراحة بس يوصلوا على المقطع تبع ميشيل الضحك بيرتفع لوتيرة جدا عالية الموقف اللي بيركب كثير مهضوم ما رح نحكي عنه خليه سربريز للناس اللي رحوا يحضروه. طلال الجردي انت سائق هالتاكسي والشخصية الأساسية بهالفيلم بس بتحكي انجليزي بالبول بالفيلم لسانك ما بيوقف كل الوقت عم بتخبر اخبار من خبريه لخبريه وما بنعرف اوقات اذا هالخبريات من الواقع ولا صاروا ولا ما صاروا بعد. طلال السيناريو كان بالانجليزي بس كل شخصيه ساهمت بترجمه دورها. نعم. المثبت كانوا بالانجليزي كمان المثبت استاذ فؤاد حسن يعني حاولنا كمان نقول له خفف منهم شوي اذا بدك يعني اسم الله لا
بالانجليزي اجمالا المسبب تجي عفويه وجدا عادي بتركيبه الجمله حط كلام يعني exactly. بس بالعربي منا شغله مالوفه فبقدر المستطاع سراء يعني ورجل عصابات ما بعتقد حيحكي يعني بارتو وموليار يعني بده يحكي الكلام اللي معود عليه بالشارع فبنت بيئته لهالممثل الشخصيه اذا بدي كانت الكلام اللي صدر عنه وهو بمكان واحد بالفيلم بس ومسبات الأمن العام اعتبرها لطيفة إنه ما بتخدش إذا بدك الحياة العقل طلال ودانيال شو رأيكم قبل ما نكفي سوا نشوف مقتطفات من تاكسي البلد بس حتى نقدر نشوف خبرته لدانيال شو هلأ بدي يعمل حركة البلد. هو هو تفضل طيب يلا روح على كاميرتك هون أوكي إصبع لنتكون سوا بإصبع واحد يعني بخلص 1 2 3 بلاير دانيال بدي اقول لك انا عم بطلع مخرج واحد ما تاخذني خي بقلب في مخرج هلا مخرجين بس معلش هلا هو عم بقطع اوكي واحد اثنين ثلاثه بلاير باسن ستنا اذا بكفي بعد شوي صغيره بعلق بالعجقه كل النهار اذا بتمشي اصلا اسرع لي والله انا ماني مستعجله انه شو هالانانيه هاي انا انانيه والله ماني نازله الا قدام باب بيتي وانا ماني مقدم ولا فشخه بقى عشو دفعت لك 10000 سبنا هاي ال 10000 تبعك إيه؟ اعملي معروف لا عم كسرت البيت ريت تركسي رقبتك الكل اعتبروني اخوت لما ركبت نمره حمراء وبلشت تكس ببيروت حمراء مثل اجري في مليونين سايح جايين على لبنان مصاري خير الله why are you going this way you should have turned left back there كمل سمر لها خليها تطلع معنا كسير بيت مش كتاكسي سمر لها ليش ما سمرت لها ما بدي سمر لها يلي عم تاكل عم تشرب وبأي مطعم كنت من دقل الحبكة يوسف يعني انت طلال بيترك بيته بالضيعة من بعد ما يشتري سيارة تاكسي وبينزل فيها على بيروت ومن خلال رح نتعرف على زوايا هالعاصمة رح نتعرف على المدربة جوردن اللي بتجمعوا فيها مدربة أمريكية بتجمعوا فيها علاقة غامضة وبالإضافة لروايته اللي بترجعنا بفلاش باكس لطفولته الشقية والحالمة بنفس الوقت دانيال الفيلم تصور ب77 موقع وشارك فيه حوالي 65 ممثل من بينهم عايدة صبرة ليلى حكيم بديع أبو شقرة هيام أبو شديد ميشيل أبو سليمان وعدة ممثلين فينا نقول يوم ممثلين راحلين يعني ممثل الراحل محمود مبسوط زياد مكوك والعازف ميشيل أسعد والعازف ميشيل أسعد ومنعتذر عن اللي ما نذكر أسمائهم أنه عن جد بعد في نجوم لأنه عن جد كتار من أيمتى بلشتوا تصوير هالفيلم؟ نحن من أواخر 2008 من أواخر 2008 طلال بالفيلم يوسف عنده شغف كبير بمهنته كسائق تاكسي فرحان فيها كتير وهدفه المطلق أنه يصير أفضل شوفير ببيروت وهالشي بالرغم من معارضة الكل وعلى رأسهم والدته يعني لهيام أبو شديد يعني والدته ليوسف من الأحلام الكبيرة اللي كان رسمها قبل الاستقرار على هالمهنة يعني بالرغم من هالأحلام كان عنده أحلام كتير كتير كبيرة بعدين رجع استقر على مهنة الشوفرة. شو الرسالة اللي بتحملها شخصية يوسف؟ يوسف شخص مثل كل واحد منا مثل كل ما بعرف بيشال إذا كان يحلم يوصل محل ما هو هلا أو حضرتك محل ما كنت بس إحنا بنحلم كتير نحن وصغار آخر شيء بنخلص بمحل واحد فهو بيلخص كل يعني بين الحلم وبين الواقع إكزاكت بيلخص كل هالمواضيع حتى بالحاضر بيلخص لك يوسف أو الفيلم تاكسي البلد نحن الشباب اللبناني نحن بمحل يوسف نوعا ما عم بيحاول يشوف مستقبله بالوقت اللي صديقه راجع من دبي لأنه الأزمة الاقتصادية العالمية ما لقيت غير حضرة جناب ولا أنور تحط تحتاط عليه كرمال ينشحط من شغله بدبي سكرت بوجود عندك ناس عاطلة عن العمل ناس عم تبحث على عمل ناس اوريدي ماشي بشغله مثل الوضع تبعنا هلا يعني كأنه هذا الولد اللي كان عم بيحلم يصير شوفير تاكسي من وراء هالقبضاي اللي كان قطف بنت الحي بالضيعة ووصل لهالحلم وشكر ربه على كبر انه هيدا هو حلمي كتر خير الله بسوق هو حلو تاكسي البلد بهيدي الجلسه هلا هيك انه اثنين يحكوا عن الفيلم يتناقشوا فيه لانه غني كثير من هالناحيه وغني من ناحيه انه
بتطلعي انت بنتيجه تبعك بالنتيجه تبعه، كل واحد ياخذ الانطباع لانه كثير بيرسونال لإلك ولإلي ولإله. كان في عنا أرض وزرع ضيعة كثير حلوة. كيف فقتوا عليها هالغنية؟ لأنه غنية حلوة كثير، وبعدين هالحلقة طالعة بامتياز حلقة مرسال خليفة بداية بأغنيتك أنت اللي نقيتها يعني بطريقة صدفة ما كنا متفقين عليها، لا الأغاني اللي مرقوا بفقرة استشهاد كمال جملات لا تاكسي البلد. صح. لكن منذكر أنه فيلم تاكسي البلد عم ينعرض حاليا بالصلاة اللبنانية، وهو من إخراج وكتابة دانيال جوزيف وبطولة طلال الجدي وكارينا لوف. الفيلم مميز بستايله، عن جد مميز جدا، وبيحتوي على موسيقى وكادرات جميلة جدا، ومندعي كل اللبنانيين انهم يحضروا تسلم بالصلاة.